Bienheureuse est celle qui a cru. Smil Ab, Ebé, Mokudos, Amin. بهالحدث الرائع اللي قريناه اليوم بالانجيل حدث زياره ابنة مريم العذراء ام الله سلطانه السماء والارض زيارتها لنسيبتها اليصابات الحدث المهم اخوتي بيعطينا قوه تنقدر نستمر بمسيرتنا التحضيريه لعيد التجسد. العذراء هي ام ومعلمه بتعلمنا امور كثيره وبترفقنا على طريق ابن يسوع. عشان هيك اليوم اخواتي بنفكر بهالزياره وبنتامل فيها مش بس اليوم العيد اللي بنعيده اليوم عيد زياره مريم لنسبتها اليصابات بضل جمعه العيد. أسبوع من أسابيع زمن التحضير لعيد التجسد، تجسد المسيح لخلاص الإنسان. أسبوع بدكم تضلكم تفكروا بهالأيقونة الرائعة هيكي يلي فيها مريم عم تنتقل من بيتها لعند إليصابات. إخوتي أولاً هالزيارة بتعلمنا شغلة أساسية. إنه كلنا من دون أي استثناء حاملين ببطننا يسوع، حاملين بأعشائنا يسوع، حاملين بكل كياننا يسوع المسيح. يسوع متجسد فينا واحد ورا واحد، كلنا سوا يسوع فيي، مثل ما كان يسوع بمريم وحملته وأعطته للعالم. يسوع فيك، يسوع فيك بقلبك بأحشائك بقلبك وبأحشائك بكل ضميرك وتفكيرك. يسوع فيك. هيدا اليوم النقطة الأولى الأساسية اللي بدنا نعالج بحياتي. يسوع فيي، أنا حامل يسوع. باليوناني تيوفار، حامل فورس، حامل يتيوس الله، حامل الله، انت حامل الله. هيدا اليوم بدنا نعالجه بشكل اساسي ومهم. بدنا نصلي لمريم بشفاعتها نوعا لهالحاله الالهيه لكل انسان فينا عايشها، لانه كل انسان فينا اخواتي تعمد باسم الثالوث الاقدس والروح القدس سامح. كل انسان منا بيتقدم للمناوله تيتجسد فيه الرب ويصير بقلبه بكل قربانه، بكل قربانه الرب بيصير فيك، الرب بيصير فيك. بتعرفوا هيدا بس نوعا لهالحاله انه حاملين الله. هيدي بتغير كثير اشياء بحياتنا. حامل الله، وانت حامل الله بدك توعى كيف بدك تحمل الله. هيدا الاساس نتعلم من مريم اشياء كثير كيف حاملت الله هي. ما حاملت الله هيك كيف ما كان باستهتار بقصص كيف ما كان تسمح لزيتها تعمل شو ما بدها او شو كيف ما بدها. عاشت هالحمل لله بحياتها، عاشته بكل قداسه بكل القداسه. انا كيف عم عيشه؟ هيدي اساس اخواتي. الله بده عم يتجسد فيكي كل احد، وانا ككاهن كل يوم كل يوم كيف عم بحمل الله بحياتي؟ كيف عم بحمله بتعاطيه مع الناس، بتعاطيه مع ذاتي؟ مع هل يا ترى عم يتغلب انانيتي على الله؟ شهواتي على الله اللي فيي؟ ولا عم بحترم الله اللي فيي؟ عم بحمله بكل قداسه بقلبي وفيي. هيدا شيء اساسي اخواتي نفكر فيه واطلبه، اطلبه من كل قلبي من ابنة مريم العذراء. ضوي من عند ابن يسوع عقلوبكم تضلوا واعيين، ونضل انا وانتو كلنا واعيين انه حاملين الله ببطننا،
بأحشائنا، بكياننا، بكل خليج فينا يا الله، بعيوننا، وين ما كان، بلساننا حامل الله. كيف عم نعيش؟ هيدا الوعي أساسي، هي نقطة أولى. النقطة الثانية مريم العذراء بتعلمنا إياها، نحن ما بنحمل الله لإلنا وبس، ولا خير لكياننا وبس، ولا محيطي أنا وبس، لا. أنا بحمل الله وبروح فيه. يعني هيدي بسموها بيوت قربان متنقلة بهالعالم. أنت بيت قربان ما بيضل بس بالكنيسة هون، مثل هالبيت القربان الرائع الموجود هون. الحلو فينا نحن البشر إنه نحن بيوت قربان ماشيين بهالعالم. عم نعيش زيارات ولقاءاتنا بهالعالم. ما ننسى مريم حملت هاليسوع الرائع ببطنها يلي هو ابن الله الحي، وراحت تخدم نسبتها إليصابات، راحت تخدم الإنسان يلي هو بحاجة. هيدا هو الخط الأساسي لكل إنسان مسيحي حامل الله، ما بده يخليه لذاته، بده يعطيه للآخرين، بده يعطي مفاعيل أساسية تتحرك أشياء الآخر، تتحرك فرح ويولد فيها يسوع من جديد، بتكون هي أساس لرسالة تانية وثالثة ورابعة. وهيك بتستمر الكنيسة، وهيك بتستمر صورة العذراء فينا، وهيك بتستمر حياتنا أساسية يلي تجسد فيها يسوع. وهيك بنتقدس، وهيك بنتقدس، وهيك بنتسامى. اخوتي عذراء وصلت على نسبتها إليصابات بمجرد ما سلمت عليها، قد ما نعيش حضور الله باحشائها واحشائها مدلايه بالله، وقد ما هيك بشفافيتها بتواضعها بتخلي عن ذاتها الكلي، ما في الا ما يظهر الله بالناس ويكون الله اللي فيها عم بيعمد أحشاء الناس. هيك بتقول أباء الكنيسة إنه العذراء بس صارت نسبتها إليصابات، يسوع بأحشائها عمد يوحنا المعمدان بأحشاء إليصابات، وجعل من يوحنا المعمدان نبي عظيم يحضر لرسالة التجسد بهالوجود. أنتوا إخوتي وأنا وكلنا سوا مدعوين إنه كل زيارة، كل لقاء بنعمله مع أي إنسان اللي كان، كون عم ننقل الله، عم نعد الناس بحب الله، بفرح الله، بالإيمان بالله، نعمل أحشاء الناس تتكون أحشاء الناس عم تولد من جديد، وهي بدورة تكون كمان عم تحضر لتجسد الرب جوا الناس. فكروا إخواتي، أنتم حاملين الله، كيف عم بتعيشوا لقاءاتكم مع الناس؟ شي مرة إخواتي مثل العذراء حسيتوا إنه وقت تلاقيتوا بإنسان تحركت أحشائه للإيمان؟ تحركت أحشائه فرح بالإيمان؟ إذا ما حسيتوا بعد هالشي، صلوا للعذراء، اطلبوا منا، اطلبوا تتشفع فينا كلنا تكرمال كل لقاء، كل لقاء يكون لقاء مريمي ننقل يسوع للعالم، ننقل يسوع، نحرك أحشاء الناس تآمن. هيدي مش بقوتنا إخواتي ولا بقوة العذراء، هي بكل تواضع استسلمت للرب وهو شاع منا وقدس البشرية كلها. اطلبوا من العذراء تعطينا هالقوة، كلنا نكون عم نعطي المسيح، نفرح قلوب الناس مش بالنكت البذيئة ولا بالنكت ولا بالاستهتار ولا بالضحك على الناس، مش هيدا الفرح الحقيقي. فرح الناس بيسوع، يحسوا الناس انه خي انا وين كنت يا عمي، لقائي فيك، لقائي فيك غير لي حياتي، ولع لي قلبي، فرحني من جديد، عطيني رجع بالحياة، بدي بشر بيسوع. أنا بدوري بدي يكون كل لقاءاتي تكون ليسوع المسيح
ويكون يسوع المسيح هو الأساس بكل لقاء بعيشه بهاي. صلوا للهدرة. أولا تتوعينا إنه نحن حاملين يسوع مثلا. ثانيا تتوعينا إنه بكل لقاء بدي أعطي يسوع للناس بقوة يسوع. بيعطي قلوب الناس اللي حزينة، يلي معترة، يلي عايشة صعوبات بحياتها، أعطيها يسوع. هيدا اليوم، هيدا الأسبوع إخواتي مهم جدا، بحضرنا تحضير أساسي كمان لعيد التجسد وتنعيشه بملء مع مريم. هيدا كل اللي بدي قلكم. نقطتين، أنا حامل الله وبكل زيارة بدي أعطي الله. بكل زيارة، بكل لقاء بدي أعطي الله. بيقع بنعمة وشفاعة مريم وبنعمة يسوع المتجسد. آمين. نؤمن بإلهي واحد.